لغايه الراجل اللي بيمسح الجسم. كل الناس دي لازم اتكلم. هم بيتكلمش عن الناس اللي بتمسح الجزم طبعا على راسنا وعيننا من فوق. هو بيقول لك مش مستوى الشعب البسيط العادي، لا النواص، يعني اسمح لي في الكلمه، هو عايز يقول لغه صياع. والله ده اسلوبي. حضرتك ممكن مثلا تقول ان انا مثلا صايع غير حصيفه. بص وفاء، ما انا حبيبتي، بس ما انا عايز افهمك حاجه. انا لو مش راجل متهور وانا راجل استخدم لغه الشارع وبسط لك اي حاجه واعمل لك اي، انا لو ما عنديش الحاجات دي ما انا كنت هبقى وائل وتامر. بس ممكن تستخدم اللغه وتبسطها والبسيطه وكل حاجه من غير ما تستخدم لغه الشارع. انا بلا قواعد. انت ليه عايزه، تحضي؟ ما على فكره في 20 مذيع عاقلين، في واحد مجنون. ما تتفرجوا يا جماعه على 20. يعني انا عايز كل العقلاء اللي بيحبوا العقل. ليه؟ ما هو نفس الراجل ده اللي الحمد لله من كام يوم في ليلة واحدة لمينا 600 بيت لأسوان، في ليلة واحدة 50 مليون جنيه. يعني أقصد نفس الجنان، اسمعي بس، نفس الجنان ده، الهايبارة دي والجنان ده، ونفس الراجل. عمرو، في برنامجك القاهرة اليوم ظهر الأستاذ مفيد فوزي، عملتوا دويتو مع بعض، ومن بعده ظهر الأستاذ أحمد موسى. أحمد موسى يقال إن هو أو الأستاذ مفيد لما كانوا معاك في البرنامج إن دي خلطة متعمدة عشان يظهر حد يدافع عن الحكومة. لا ما وأنت بتضرب في الحكومة. طلع أنا اللي بدافع عنها، هو كمان جايبين لنا واحد كمان. لا أنت يعني عميل. أنا بدافع. أنت عميل مزدوج. أنت عميل مزدوج، أنت ما بتدافعش، أنت بتحاول تمتص غضب الناس. بس جايبين واحد بقى اللي هو يأيد الحكومة. لا بس هم لما بيأيدوا الحكومة بيبقى عندهم مشكلة معايا. مشكلة خناقات يعني، ياما خناقات مع الأستاذ مفيد وياما خناقات مع أحمد، بس خناقات يعني يعني الوجود مش مدروس؟ يا ريت والله. طب وجودهم علشان ما تشطحش؟ ما هو أنت شايف المصايب، ما اشطحش إيه؟ يعني أهو يبقى شوية حد يلغزك، حاسب يا عمرو. لا ما جابتش نتيجة، ما جابتش نتيجة. محدش يقدر يقول لي أقول إيه وما أقولش إيه. خالص. ليه؟ أنا راجل موجود على الهوا. مشي ليه الأستاذ مفيد من القاهرة اليوم؟ الأستاذ مفيد حس إن هو عايز يعمل برنامج بتاعه لوحده، يرجع تاني لحديث المدينة. ليه؟ هو بينبسط، بيستريح لوحده. في ناس تحب، أنا ما أعرفش أشتغل لوحدي. يعني ما أعرفش أشتغل مذيع لوحدي. يعني البرنامج ده معلوش اسم عمرو أديب. يعني لو بصيت في التترات مش مثلا القاهرة اليوم مع عمرو أديب زي ما كل واحد، مش مهم التتر، بس الحقيقة اللي بيبان للناس ايه. ايوه اقصد انا ما اقدرش اشتغل لوحدي. طب ما انا كان ممكن اقول ايه، انا البرنامج ده بقى من بابه كده، انا المذيع. وانا من في ناس تحب يفتح الباب ويقفل الباب. يا عمرو انت متهم من قبل مش بس الصحافة، ده من الناس، الجمهور اللي بيحبك بيقول لك عمرو ده الناس اللي معاه، مع احترامي وتقديري كله ليهم لاني بحبهم وشايفه ان هم ناس مهمين، الا انهم عباره عن سندين لعمرو اديب. انت كانك بعدين يا ستي بس انتوا ليه بتخترعوا اعلام جديد؟ كل حته في الدنيا في ليد انكر وكو انكر. انتوا ليه بتخترعوا؟ يعني انتوا جايبين اختراعات جديده؟ لا انت في ليد انكر في اي حته. انت متطرف يا عمرو، انت احيانا اللي قاعد جنبك بتنساه. لا عمري ما انسى حد. لا بتنساه ابدا في مواقف لما تبقى سخن بتنسى اللي قاعد جنبك. وفروز اليوسف كانوا كاتبين لك مستغربين ان عزت ابو عوف الدكتور الجميل الفنان الرائع ده ان هو ايه اللي مصبره على عمرو اديب ده. في حلقه المنتخب الراجل كان بيحاول يعلق ربع تعليق، بتروح انت مسكته. مين بيفتح البرنامج؟ بتروح انت مسكته. مش مهم مين يفتح. مين بيفتح البرنامج؟ مش مهم مين يفتح. انت ترضي ان انت حد تاني يفتح برنامج؟ لو معايا اهلا وسهلا. ولا مذيع. ما انت واثق من نفسك بقى. هو هي دي الحته، هي الثانيه اللي دي اللي هي دي الحته الوحيده اللي بيفتحها. يعني ايه بيفتحها؟ هي دي الحته الوحيده اللي بيفتحها. بقى ده انا خناقتي مع احمد موسى ومفيد فوزي لا تنتهي. كبيره ازاي؟ ودكتور عزه، دكتور عزه تلولوني ضحيه. لا 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 ارجوكي بس ما تقلليش من قدر لا حد. انا قلت لك مع احترامي وتقديري. لا ما تقوليش مع الكبير ليهم، لاني انا عارفه قد ايه هم ناس مهمين. ما تقوليش مع احترامي. لا دي حقيقه انا بحترمهم. لا يا ستي بس انا لا اقلل، انا بنقل التساؤل. لا كل واحد ليه دور. الراجل ده ليه دور. في حلقات لايت، في حلقات سخنه، في حلقات يبقى فيها مفيد فوزي مولع، في احمد موسى ساعات يخش. انت لسه كنت قبل ما نخش كنت بتتكلمي على احمد موسى والخناقه بتاعت الجزائر وكل الحواديت دي. لا طبعا كل واحد عندنا ليه دور. انا ما اقدرش اشيل لوحدي، ما انا لو اقدر. طب جايبهم ليه؟ ما انت قول لي ليه. لا لانه لازم يبقى معايا حد. انا ما اقدرش اشيل لوحدي. ليه؟ ما اقدرش على البرنامج ده لوحدي. ما اقدرش اشيله لوحدي.
اي مذيع النهارده في العالم العربي انا انا وشوفي مين كمل مع حد مين بيكمل حدش بيكمل مع حد انا عايز ابقى لوحدي واطلع 10 ده دلوقتي اي حد بيقعد شهرين ثلاثه في برنامج عايز يبقى البرنامج لوحده عشان يومي بقالنا عشان تعبان حتى لو كل يوم انا بقالنا 13 طب ليه ما انا من الاول لو البرنامج بقالنا اسبوعي 13 لو البرنامج سنة. اسبوعي آه آه. اللي انا اللي عند عمرو اديب هتخلي يقبل بحد تاني معاه لو انا ما بقى الله انا بقول لك ما اعرفش لانه يومي لا 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 ولا اسبوع انا ما اعرفش اشتغل لوحدي انا ما اعرف في ناس تعرف في ناس يقول لك ايه مساء الخير انا المذيع وانا البرنامج لا ما اعرفش انا لازم اخد حد ياخد بحسي يهزر معايا يقول لي حاجه اقول له حاجه نختلف نزعق نبقى لطاف انا ما اعرفش في مذيعين يعرفوا ضده مع عمرو أديب ضد أو مع منع المنقبات من دخول الجامعات؟ أنا مع منع المنقبات من دخول الجامعات. ليه؟ لازم نتحقق الناس دي مين؟ ما ممكن يبقى في سيدة وهي اللي تكشف وتتحقق ويدخل. النقاب مش فرض. عدم قناعة. أنا مش مقتنع بيه. في الكعبة ما بنغطيش وشنا. في اكتر من كده ضد او مع الحجاب لا انا مع الحجاب الحجاب فرض عمرو اديب ضد او مع ان الانترنت وفضائه الغير مراقب خليني اقول احد وسائل نشر الفتنه الطائفيه طبعا مع في فتنه طائفيه في مصر طبعا نهزر طب المواقف اللي احنا بنقرا عنها او اللي بنشوف انها بتحصل في مصر خليني اقول الحوادث الفرديه لو حصلت ما تقوليش حوادث فرديه لا حوادث فرديه لا لا مش فرديه خناقه حد اغتصب واحده لا 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 حد ضرب لا 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 واحده طب ليه لما بيحصلوا بين اتنين من نفس الديانه من نفس المله سواء كان مسيحيين او مسلمين نبي بتبسطي الحكايه لا انا عايزه انا بسالك انا عايزه افهم بس انت بتبسطي ليه لما بتحصل من اتنين سؤال موحي ليه لما بتحصل من اتنين من نفس المله ما بتبقاش حاجه يعني طائفيه حاجه مدسوسه حاجه ليها اساس طائفي حاجه كذا ايوه ايوه هي لما بتحصل ما بين اتنين نفس الملة محدش بيقوم يولع في بيوت القرية كلها ما هو نعم المسلم اغتصب المسيحية الحقوا يا مسلمين المسيحي اغتصب الملة ليه؟ لأن جوه النفس في حاجة محدش عايز يقرب لها احنا بنكسب ايه سببها؟ يعني ايه سببها؟ ايه سببها؟ المسيحيين لهم حقوق ما بياخدوهاش قولا واحدا الناس عايزه تبني كنيسه الناس عايزه ياخدوا وظايف الناس عايزه يخشوا البرلمان ما ياخدوش حاجات ضد او مع الحكم القضائي بوضع شرطه في خانه الديانه في البطاقه للبهائيه طبعا مع ضد او مع الديمقراطيه حتى لو جابت حماس والاخوان المسلمين تولع ضد الديمقراطيه تولع تولع الديمقراطيه ده يبقى اخر يوم في عمري اخر يوم في عمرك هتعمل ايه يعني خلاص هتفجر نفسك لا 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 اروح اقعد بقى في كندا وكده وبتاع سيبها لهم تهرب طبعا مفيش فرد بيغير مجتمع في مجتمع يريد ان يغير نفسه ننهزر بعد الفاصل عمرو أديب والكثير والكثير في بدون رقابة معنا.